بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله معانا في حلقة جديدة من برنامجكم أنيمال فاكتوري. معانا اليوم أخونا العزيز الاستشاري حسين المندني أبو عبد الله، عضو في اتحاد منتجي الطيور الناطقة. أبو عبد الله مساك الله بخير. يمسيك مثلك. شلونك؟ الله يحفظك يسلمك. حياك الله. يعزك الله يحييك يسلمك. أول شيء شكرا على إضافتك واستضافتك لنا. شرفتونا. شرف لنا طال عمرك. بداية بنتكلم عنك أنت شخصيا أبو عبد الله. حياك الله. شلون دخلت في نقول الهواية هذه تربية الطيور وإنتاجها وغيرها، ومنو دخلك في هالسلك على قولتهم؟ السلك هذا طال عمرك دخلناه حالي حال معظم الهواة عندنا هنا بالكويت، اللي هي تنتقل من تربية الحمام إلى تربية الدياي إلى تربية الطيور وتنوع. اخترت على قولتهم أكثر من نوع وأكثر من تربية لغاية ما لقيت نفسي أنا بجانب على قولتهم البغبغاوات، الطيور الناطقة. الطيور الناطقة، فشفت الجانب هذا وايد يوز لي، خصوصا أنه طير منزلي. يعني صحيح ما يحتاج أنه تتعنى تطلع برا أرجاء البيت، مزرعة وي كان مزرعة ولا بالحوش ولا صحيح أين كان، لا هذا عندك داخل بالبيت فتتعايش معه بالبيت داخل، فراح يعيش معك على مدار ال 24 ساعة وتعيش معه وتتعلم معه. يعني نعتبره فرد من أفراد يعتبر بالفعل فرد من أفراد الأسرة. صحيح. يعني متى بديت أبو عبد الله؟ يعني بداية في الهواية متى دشيت فيها؟ حسيت أنك خلاص هديت الحمام وهديت الدياي ودخلت الطيور الناطقة. يعني بالنسبة حق جانب التخصص الحين هذه السنة السابعة لي ما شاء الله في جانب تخصص في الطيور الناطقة. بدايتها كانت بالمنتديات في منتدى سعودي اللي هو توزو، وبعدها انتقلنا حق مزاد الكويت، وهذه جانب المنتديات الموجودة صحيح. بالساحة في وقتها صحيح بوقتها. وكانت على قولتهم نطور من نفسنا ونثقف نفسنا ونقاشاتنا بين الهواة، تبادل المعلومات وتبادل المعلومات، والحمد لله يعني أخذت كم هائل يعني من المعلومات من الشباب ومن التجارب اللي قمت فيها أنا. ما شاء الله. إنزين أبو عبد الله، نقول دخلتها عن طريق أحد ولا أنت شفت نفسك فيها؟ لا إحنا يعني من أسرة هاوية أو هاوية الحيوانات، تربية الحيوانات. ما شاء الله أنا أعرفك أنت عبد الله وأخوك الله يذكره بخير أسامة. أسامة. أي ما شاء الله. الوالد كذلك، أخوي، عمامي، يدي رحمة الله. العائلة كلها ما شاء الله حابة. العموم يعني جانب تربية الطيور والحيوانات يعني من عمر، يعني إحنا بطلنا عيوننا على هالسالفة. على هالسالفة هذه إن أكو حيوانات. ما شاء الله طولت العمر إن شاء الله عبد الله. عبد الله أنت مسعف طبعًا. نعم. إسعافات أولية. نعم. تخصصك متى بلشت فيها؟ بالنسبة حق حالات الإسعافات الأولية صارت يعني اضطرارية، احتجتها. يعني بلشت فيها تقريبا من 4 سنوات، اللي هي خلينا نسميها قلة الناصر. تيك أوقات يحتاج فيها الطير ينتقل حق البيطري صحيح، ولكن الوقت اللي صارت هذه الحالة ما عندك ما في بياطرة فاتحين، يعني صحيح. خصوصا الفترة المسائية أو مشكلة نعاني منها بالكويت أول ساعات الصبح الأولى يعني صحيح. فهذه تعال دور لك مسعف يسعف الحالة أو دكتور بيطري ما في، وأنت تحتاج الحين ما تحتاج تضطر أنك شنو تضطر أنك تشوف لك البديل. فبلشنا نعلم نفسنا ونعود نفسنا على الشغلات هذه. تمام. تذكر اول حاله ابو عبد الله مريت عليها؟ اول حاله كانت عندي اللي هي فروخ العس، بالع الربل ماله، مات العساسه نفسها. العساسه فتخسبك صاحب الطير نفسه مو عارف شلون يتصرف معه. يتصرف ف يا بلي وشايف انا بعض الفيديوهات على نفس الموضوع الاوروبيين شلون طريقة ان استخراج الربلة هذه من غير اي تدخل جراحي. تمام. هي عبارة عن مثل ما تقول مساج او تدليك. تمام. نسميها تصيد الربلة من الحوصلة مالتها والغرغرة خلينا نسميها باللهجة العامية، وتبدي تمررها لغاية ما توصل
لغاية ما تبرزها نقول ونبرزها نطلعها. فهذه كانت أول حالة عبرت علي، وبعدها فتحت معاي ما شاء الله. بالنسبة حق الربل هذه كانت حزتها يمكن خذت ما يقارب الساعة، بس الحين بالوقت الحالي لا، يعني مجرد خلينا نسميها دقيقتين ثلاثة خالصة منتهي منتهي من السالفة ما شاء الله. كذلك من بعض الإسعافات اللي هميتني اللي هي الاحتباس بالبيضة. احتباس الاحتباس البيضة تمام. فتي الأنثى مو قادرة تشيل عمرها، فطايحة على الصدر وحاولت تضغط ثقيلة مو قادرة. ايه. فهذه تصير يا أن النثية بشرية أول مرة تبيض، أو أن النثية تكون فيها تشحمات عالية، فمكان الرحم يصير وايد ضيق ما تقدر تدفع البيضة. وبعضهم يجيك لا يصير تشوهات بالبيضة أو البيضة مفترة العكس. صحيح. فهذه هم تعلمناها هني بالورشة ما شاء الله، والحمد لله رب العالمين. عبارة عن طريقتها حقنة شرجية، حقنة زيت شرجية، مجرد انك تحرك البيضة باتجاه فتحة الشرج وبالتدليك والضغط نطلع البيضة، بحيث ان نحاول كثر ما نقدر ما تنكسر ما تنكسر، وحتى لو تنكسر داخل البطن ان شاء الله ما فيها مضرة، ولكن تمام فيها راح يصير تشوهات بالرحم نفسه أو كيس البيضة يأثر عليهم مستقبلا، يعني يأثر مستقبلا لأن يحوشه التهابات مع الجرح هذا، لأنه مكان رطب على طول. صحيح. فيحتاج لها مضادات حيوية وفيتامينات وهالأمور هذه عشان تتفادى هالحالة. صحيح. من البداية حاول كثر ما تقدر أنك وأنت تضغط لا تضغط بالزود عشان لا تنكسر البيضة داخل البطن وتطلع بالأروع ما يكون. وهذه ترى يعني حصلت معنا مو بس بالورشة، حتى على جانب المحميات الإنتاج هم قاعد تصير معنا هالشغلات هذه. اكتشافها نقول أبو عبد الله تشوف النثية نفسها قاعدة ثقلانة. إيه تكون تأخير بالبيض، يعني باضت البيضة الأولى مثلاً والبيضة تمام. الثانية تعدت اليومين الثالث ما باضت. هي مفروض تكون في اليوم الثاني الثالث هي تبيض اليوم بيضة باضت بيضة تمام. تريح لها يوم تبيض بيضة ثانية، في بعضهم يومي تمام. على حسب الرحم كم بيضة شايل، يعني على حسب نوعية الطيور. صحيح. في طيور يشيل برحمها من بيضة إلى ثمان، وفي طيور من بيضة إلى بيضتين نفس طريقة الحمام تمام. بالنسبة حق الأفريكان جراي يشيل من بيضة إلى خمس بيضات، فهني عاد يبدي المربي حسب ان باضت البيضه الاولى، البيضه الثانيه معدل المفروض ان اليوم اللي وراه لا اللي بعده بحد اقصى اليوم الثاني، اليوم الثاني حد الاقصى. اذا تاخرت على الثالث والرابع هني لا لازم تدخل ولا يصير تسكير فتحه كرامه فتحه الشرج وما يوقف الخروج. اي يوقف الخروج يصير عمليه تسمم داخل الجسم. أي. فاحنا بغنى عنها، لا نخسر صحيح. لا نخسر يعني البيضة ولا نخسر الأم. إيه؟ فيحتاج متابعة دورية من الجناي نفسه. صحيح. أقصد في لها يعني آثار واضحة، يعني مثل ممكن أنا ما لي خبرة فيها بس أشوف النثية نفسها وأعرف أنها هي فيها مشكلة. هي من كثرة ترعص خلاص توصل مرحلة أن خلاص هلك جسمها ما قام يساعدها، طيح على صدرها تبدي تزحف بمنقارها وبجنحانها. إيه؟ ما فيها قوة ما تساعدها، فخلاص هني اعرف انه لازم وصلت مرحلة انه ايه. لازم تتدخل. بالنسبة حق البيضة نفسها، يعني تقول مثلا اليوم انا شفت انها باضت اليوم اول بيضة، باكر بحد اقصى ثاني يوم بالضبط. انا مثلا كمنتج بعرف البيضة هذه هل ملقحة او لا، متى في اي يوم انا اكشف عليها؟ يعني احنا عادة البيض عقب سادس يوم يبين، مع انه سادس يوم حضان تمام، مو سادس يوم باضت. لا شلون تحسب لها ابو عبد الله؟ عاده احنا نحسب اللي هي بعد يوم اللي باضت فيه، بعد اخر بيضه ست ايام، بعد اخر بيضه. اي بعد اخر بيضه ست ايام هني يبين معك من البيضه الاولى لغايه البيضه الاخيره، يبين معك عرج الدم. صحيح. عرف شلون هني تبين البيضه ملقحه. حاليا احنا بالاتحاد نمتلك الأجهزة اللي نفحص فيها البيضة، وزن البيضة، قوة
سماكة القشرة. ضغط سماكة القشرة عندك، هو ضغط القلب، نبض القلب ما شاء الله، وزن الفرخ، عمر الفرخ ايش كثر داخل البيضة، يعني جهاز سونار كامل ما شاء الله. هذا يمتاز فيه اتحاد منتجي طيور ناطقة بالكويت عندنا. بالنسبة لنا هم كذلك اعتمادنا على الحضانات العالمية اللي هي بعد الفقس، اللي هي ما بعد الفقس، وعندنا هم اللي هي الفقاسات هم نفس الطريقة، اللي هي حق الطيور اللي ما تحضن، ما تحضن عرف شلون، فتضطر انك ما تخسر الخط الانتاج مالك، تشيل البيضة تنزل الفقاسة، تشيل البيضة وتحطها بالفقاسة. فهم هذه الفقاسة طبعا تختلف بالنسبة حق فقاسات الطيور الناطقة، تختلف اختلاف كلي عن فقاسات الدواجن يعني، بنسبة الرطوبة وغيرها، نسبة الرطوبة، نسبة التغليف، تغليف، نسبة الأجواء اللي تحتاجها، يعني كل هذه النقاط لازم تكون بعين الاعتبار. في صح. بعض الهواة نجحوا بالفقاسات مالت الدي اي نفسهم، ولكن نسبة النجاح خلينا نسميها من 60 إلى 70%. اللي هي نسبة الإنتاج. نسبة الإنتاج. عرف شلون؟ لأن من تعرف طريقة درجة حرارة، الرطوبة مو معتدلة. درجة الحرارة والرطوبة ممكن تكون حرارة عالية أو حرارة نازلة. بما أن دشينا بموضوع الإنتاج، دشينا بالفقاسات الشغل هذا، شو تفضل أنت أول شيء أبو عبد الله؟ على الفقاسة ولا حضانة الأم نفسها؟ لا طبعاً إحنا دائماً نفضل الطبيعي، اللي حضانة الأم نفسها. يعني بالنسبة حقنا إحنا يعني كمنتجين، إحنا نختلف اختلاف كلي عن هواة الدجاج. تمام. أو اختلاف كلي عن هواة تربية الحمام، اللي هم اعتمادهم أكثر شيء على أهل الحمام على سالفة التزريق اللي هي الأم البديلة. وكذلك الدياي اعتماده على الفقاسة أكثر من أن الدياي نفسها تحضن أو تفك على قولتهم. فإحنا بالنسبة لنا لا، كله دائما نعتمد على الطبيعة، يعني هي اللي تعطي الجانب القوة حق الفرخ نفسه. ما شاء الله. بنتكلم عن 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 عمر الفرخ نفسه، أول ما يفقس أنت تشيله تدخله الحضانة ولا تعطيه؟ لا طبعا أكيد لازم يكون تحت الحضانة الأم لفترة من 10 إلى 12 يوم أفضل كتغذية أبو عبد الله. بعدها إحنا نشيل الفروخ الصغار من عمر 10 إلى 12 يوم، يعني بعد ما تبطلت عينه. ليه ما تبطلت؟ ما تبطلت عينه، تتبطل عينه على يادينا. يعني الدخل الحضانة نقول على 12 يوم. بالضبط. بالنسبة حق الزوج نفسه ما عنده مشاكل. ما عنده مشاكل. ما تغير نفسيته. لأن إحنا ما راح نسحبهم كلهم بوقت واحد، قاعد نسحبهم. تدريجي. 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 يعني من اللي يكتمل 10 أيام إلى أسبوعين، عفواً من 10 أيام إلى 12 يوم. عقبها يتم إزالتها من الأعشاش مالت التفريغ. فرخ بعد فرخ. لغاية ما يكتمل على آخر فرخ اللي إن شاء الله، لأن طبعاً هو من الطبيعي ما راح يطلعون كلهم بوقت واحد، صحيح، فراح يطلع كل واحد عن الثاني فرق يوم إلى يومين على حسب وجوده، يعني أو اللي هي طلعة البيضة من الرحم. وسبحان الله دائماً الفرخ الأول تلقى صحته أفضل بسبب يعني هل إن نعس قبل يصير إن عسته، لأن تركيز الزوجين عليه، علي الأم والأبو، أول فرخ، على أول فرخ، فدائما يكون حصيلة الفرخ يكون دائما سبحان الله حجمه أفضل، فتشوفه حجمه صحته أكبر، صحته أفضل. بالنسبة حق الصحة تبارك الرحمن كلهم صحتهم ممتازة، صح، بس يصير عندك فرصته أعلى بالتغذية، صحيح، لكون أن الأثنين ماكو جابلين هالفرخ، صحيح، فكل واحد يعس بصوب عسى ما قال لحظة وزل عنده وكله، فهذه طريقتهم يعني. طبعا انت يعني اللي عارفه المنتجين يعتمد تغذيه معينه في فتره الحضانه او نقول في فتره العس، تتغير انواع الاكل التغذيه، تتغير اللي هي بالبدايه احنا اعتمادنا كلي بالنسبه حق اتحاد منتجي طيور ناطقه بالكويت، اعتمادنا على الاكل الصحي الامريكي من شركه زوبرين، صحيح، شامل طبعا اللي هي التغذيه الصغار، وشامل تغذيه اللي هو الديري او اللي هو خط الانتاج. اللي هو الزوبريم عندك نوعين، اللي هو النوع اللي ما يسمونه البريدر، ونوع يسمونه المينتننس، اللي كثير شائع بين البشر
ان البريدر هو حق الانتاج وهو هذا الشيء خطا. شو الفرق بينهم؟ البريدر اللي هو نسبه المكونات الغذائيه او هذه البروتينات وغيره تركيزها اعلى من الديلي اللي هو المينتنس. تمام. الديلي او المينتنس هو عباره حق الطيور المنزليه اللي هي اعتادت اكل الزوبرين يعني وعمرها تعدى سنتين. اللي تعلمت متاخر نقول. اما اللي متعلم متاخر على الزوبريم لا انصح بال اللي هو الزوبريم البريدر. البريدر عشان يصير معنا على قولتهم بالانس في المشاهد يكون معنا بصوره اكثر اللي هو الزوبريم اللون الفاتح والزوبريم اللون الغامج. اللون الفاتح حق اللي الطير اللي اعتاد على الزوبريم من وعمره تعدى السنتين من بعد السنتين ينعطى اللون الفاتح. تمام. عرف شلون؟ بالنسبه حق الطير اللي جديد على الزوبريم فعمره سواء يعني من عمر فرخ لغايه اكثر من السنتين يقدر يعطي اللي هو البريدر اللي هو اللون الغامج على اساس انه يتكيف يعبي مخازن الجسم كلها. شنو النواقص اللي كان الجسم ناقصها يرد يعبيها من اول وجديد من التغذيه اللي قبلها عقبها لغايه ما يوصل حق سنتين تغذيه بعدها ينتقل حق الديلي اللي هو المينتنس اللي هو اللون الفاتح. تمام. بالنسبه لنا احنا قاعدين فتره ما قبل موسم الانتاج ندش على البريدر اللي هو اللون الغامج على اساس ان نرفع فيها على قولتنا المخازن داخل الجسم او احتياجات الجسم من الداخل على اساس انه يكون الطير جاهز حق خط الانتاج وما قاعد يفقد شيء من جسمه، قاعد يفقدها من الاكل نفسه اللي قاعد ياكله. تمام. لغايه ما ينتهي عندنا موسم الانتاج، عقبها نرد عليه على الديلي او اللي هو الاكل المينتننس. اليومي. الاكل اليومي. هني على قولتهم خلاص تبديل المخازن كلها معبيه، الوضع كله عادي فما يحتاج ما في نقصات على طول. ما يحتاج البروتينات العاليه والفيتامينات العاليه. صحيح. والامور هذه لانه كون انه هو معتاد الزوبريم صار له سنوات طويله. صحيح. فما يحتاج هذا كله. فمجرد انه قبل خط الانتاج بشهرين الى ثلاثة شهور نرد نعيد عليه اللي هو البريدر. وهذه بالنسبه حق التغذيه. حق التغذيه. وعبد الله انت قلت لي بعد ال 12 يوم الفرخ نفسه يدخل الحضانه. يدخل الحضانه. بالنسبه حق الزوج نفسه صاحب الفرخ. شنو الفتره اللي ما بعد ما تشيل من الفروخ هل الزوج نفسه يبدا يريح طبعا او انت تخليه يريح تشيل عنه مثلا الخانه؟ انا اقدر اكلمك على الافريكان جراي كوني انا امتلك محميه افريكان جراي. صحيح ما شاء الله. الافريكان جراي كل معدل كل اربع شهور قاعد يعطيك خط انتاج. فبعد ما تشيل انت الفروخ من عنده فاصبح ان المخازن مالت الجسم كلها نزل مستواها. صحيح. كلها عرف شلون؟ فتبدي ترفع هذا المستوى. تبدي تبلش تجامله في التغذيه. من شهرين الى ثلاثة شهور عرف شلون؟ لغايه ما يبدي على قولتهم يدش مرحله البيض عقبها هني نبدي نوازن بالتغذيه مالته ندشش على الخضار ندشش على الفواكه بالاضافه الى اللي هو الزوبريم. تمام. لغايه ما نشيل الفروخ ونرد مره ثانيه نفس العمليه مره ثانيه. هذه الفتره هذه هي في الاسر وفي المحميات ولا تختلف؟ هذه اللي دارجه بالمحميات. بالمحميات. اما بالاسر اللي خلينا نسميها بحياه اليوميه بالبيوت او الطيور المنزليه نفس ما شرحت لك بالسابق اللي هي بالبدايه ان اذا كان عمر الفرخ يعني عمر الطير مراحل الفروخ اللي هي من عمر خلينا نقول ثلاث شهور اللي هي مرحله الفطام لغايه السنتين اللي هي او السنتين ونص اللي هي بناء الجسد. صحيح. فيحتاج انك تستمر على البريدر اللي هو اللون الغامج. من بعدها خلاص من يتعدى هذه المرحله يدش على عمر السنتين ونص فما فوق لا خلاص انت تدش على الديلي. تدش على اليوم اللي هو الاكل اليومي اللي هو اللون الفاتح. عرف شلون؟ لانه ما يحتاج ان البروتينات تكون عاليه زياده عن اللزوم فخلاص تكون الجسم مكتفي اكتفاء ذاتي صار عنده. صحيح. فنبدي نريح الجسم ما نبي نعطيه اوفر زود زايد. ممكن ان الزوج نفسه يعني اذا شلت منه الفروخ وخليته ممكن انه قبل فتره اللي هي نقول اربع شهور يبلش ينتج ما يجابل نفسه يعني ما يشوف نفسه الزوج ما يريح في بعضهم هي مثل ما تقول
مثل خلينا نسميها مثل عداد الساعة. صحيح. هي مجرد انه من تكتمل الدائرة كاملة فأصبح ان الرحم جاهز، التخصب جاهز، الجسم جاهز من الداخل، يعني طيب يجهز نفسه عقبها خلاص ما في مشكلة انه يرد ينتج. يعني عندنا أزواج تبارك الرحمن خلال شهرين ونص ثلاثة بلشت ردت باضت، صلى الله يبارك لك فيها. وفي أزواج لا، يعني تاخذ انت منها الانتاج بعد سنتين ترد تاخذ انتاج، يعني هي تصير أزواج، في أزواج ضعيفة وفي أزواج لا قوية بالانتاج، وفي أزواج طبيعي يعني تعطيك بالسنة موسم، يعني صحيح. بالانتاج واحد بالسنة تختلف هم راحة الطير بالمكان نفسه بالضبط. هذا شيء أساسي. بنتكلم عن المحمية ما في مشكلة بالنار. شنو أساسيات المحمية أول شيء؟ أساسيات المحمية الإضاءة. 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 من ناحية شنو الوقت؟ الوقت. الطير يعني لما تجيبه حق الطبيعة. طبيعته بالأدغال بالغابات معتمد اعتماد كلي على الشمس. صحيح. هي اللي هي على قولتهم ترفع الهرمونات الذكرية والأنثوية داخل الأجسام. عرف شلون؟ هي اللي تتكلم تكمل الساعة البيولوجية داخل الجسم. وهم بحكم أنهم حيوانات نهارية يعني. بالضبط. معنى هم حيوانات نهارية ولكن مراسيم التزاوج والمغازلات وهالأمور هذه ترى ليلية. في الليلة. أي. فما تصير بوضع النهار نهارية لأن الأفريكان الجراي من طيور جدا خجولة. سبحان الله. عرف شلون؟ ووايد. بالخفة على قولتهم. يخاف إنه غيره يكون فريسة حق غيره. صحيح. فحذر بهالجانب هذا، فتلاقي المراسيم التزاوج وهالأمور هذه دائما على ضوء القمر. فإحنا عشان كذي دائما محمياتنا ماخذين الجانبين، جانب الليلي اللي هو ضوء القمر ومجهزين لهم هذه الإضاءات حق ما شاء الله الجانب القمري، ومجهزين لهم الإضاءات اللي النهارية. هي الإضاءات النهارية. يعني يقول فترة النهار في لها إضاءة وفترة بالطبع. الليل فيها إضاءة. بالطبع. فترة الليل كاملة في لها إضاءة. أبو عبد الله. إلا أن عندك لا مو طول هذا، إحنا ماشيين معها نفس نظام حلقة اللي هي دوران القبر. صحيح. ما شاء الله أنت مهيئ يعني. لازم أنت لازم توصل حق قريب البيئة. عشان تأخذ اللي تبي. على أساس تأخذ اللي تبي. صحيح. فالناس ما قلت لك الأساسيات لعبة الإضاءة، تجي الجانب الثاني لعبة الرطوبة. في الجانب الثالث لعبة الحرارة. شنو 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 يعني شلون تحكمت انت عندك في المحمية في نقول بالحرارة وبالرطوبة نفسها وبندخل بعد اهم على التنظيف والشغل بالنسبة حق الحرارة؟ الحرارة الحرارة هي على المكيفات مالتنا، يعني المكيفات العادية سواء الشباك او الوحدات او اي كان يعني المكيفات الدارجه بالاسواق. نقول كل طيور يعني لها درجه حراره معينه تحتاجها. بالنسبه حق خط الانتاج الافضل درجه الحراره يعني بين 27 الى 30 كحد اقصى 30. كحد اقصى 30 تمام. يعني كحد اقصى 30 يعني تحكي عن في اليوم كله ابو عبد الله، يعني تحكي عن 32 الى 33 داخل العشاش. داخل العشاش. عرف شلون؟ فاعلى من شديد دشيت انت مرحله الخطوره اللي تخانق البيضة. صحيح. أو تتصلب القشرة. ما عشان ما استفدت. بسبة إذا كان في جفاف أو حرارة عالية. صحيح. فكذي ما تستفيد أنت عفوا ما تستفيد إن الفرخ ما يقدر يطلع نفسه من قشرة البيضة. فعشان كذي تكون درجة الحرارة أساسية والرطوبة أساسية بالجانب هذا. هذه بالنسبة حق يعني الشغلات الأساسية اللي دائما لازم يعتمد عليها المنتج بمحميته، بالإضافة إلى النظافة يعني الشيء أساسي. أكيد لازم. على أساس لا تنتقل الميكروبات والجراثيم الموجودة. عشان تحافظ على شغلك. بالضبط. أبو عبد الله دخلتك للمحمية نقول حاط لك أوقات معينة؟ دخلت المحمية. أو يعني في أي وقت ممكن إنك تدخل؟ شيء اسمه من المحرمات مع المغيب دخول المحمية. بعد مغيب الشمس. بعد مغيب الشمس هني تبدي على قولتهم. نقول الضرورة الخصوصية للزوج نفسه. بالضبط. يعني تأخذها للضرورة القصوى جدا يعني. ده شيء يعني لازم تسويه. لازم. يعني إحنا قاعد ندش على محمياتنا عن طريق الاستئذان، قاعد نطرق البيبان. تسوي حس في المكان. لازم تسوي تنبيه على أساس إنه لا يصير الفزعة. صحيح. الفزعة. يعني يمكن زوج مختلف زوجته مثلا أو إنه
وهو حاضن ولا قاعد يعس الولد ماله او الفرخ ماله، ما يبي شيء يشتته، فما نبي الشده الفزعه هذه اللي تسبب لنا مخاطر احنا بغنى عنها. ممكن ان الزوج يوخر، الزوج يوخر على قولتهم يفقص البيضه ويكسرها، ولا يرفس البيضه تنكسر ولا يدوس على الفرخ من القرعه يتبطل باب مره واحده ينط داخل الصندوق بسرعه فيفقص الفرخ، يعني يعور لك الفرخ. يصير انت تسوي حس قبل الدخول اذا احتجت انك تدخل، فلازم يصير عندك عمليه الاستدعاء. وبالاضافه الى اصلا اعتادت عندنا الطيور داخل المحميه ان هذه الاوقات اوقات الزياره مالت المربي داخل المحميه، فخلاص تلاقي تبدي توالف استعدادهم بالصفير مالهم تجاوبهم سجامهم معنا. معنا ترى 90% اعتمادنا على الازواج الوحشيه، يعني صحيح من النوادر ان عندنا ازواج وليفه او ازواج تربيه بيوت. صحيح عرف شلون، ولكن اعتادت خلاص ان هذه الاوقات احنا قاعد ندش، فتبدي تستقبل بالصفير تنبيه واحد ينبه الثاني انه ترى نبههم بعض دخل علينا. اي فاذا عشان لا يصير عملية الخطورة، عرف شلون؟ فهذا اللي قاعد يصير معنا. وعبد الله نتكلم عن نقول صناديق الإنتاج نفسها أو الخانات اللي إحنا نسميها. اللي هي الأعشاش خلنا نسميها. عشان ما شاء الله إيه الأعشاش. الأعشاش يعني ما شاء الله شفنا خشب وشفنا ألمنيوم شفنا اجتهاد حلو. كلمنا عن هالشغلة. شوف بالنسبة حق الأخشاب طبعاً خلنا لا نتطرق على الاشكال لان الاشكال فيها وايد لقط وايد كلام وايد، احنا ما نبي الاشكال، احنا يمكن نتكلم عن المقاسات اللي يحتاجها الطير. نتحكي عن المقاسات لما تضحك حاله الطير بالطبيعه بالادغال، من الطبيعي ان الطير راح يبني عشه على قد مقاس جسمه. صحيح. وليش يبنيها على قد مقاس جسمه؟ ليش ما يبنيها نفس ما قاعد نشوفها بالمحميات اللي المساحه الكبيره، على اساس ان الطير باي لحظه خطر يكون هو مرحله دفاعيه سكر هو مسكر، عرف شلون؟ سبحان الله. ماكو وساعه، هو يقدر يتحكم بالرطوبه والحراره الموجوده داخل ما يكون مكان اوسع من طاقته. الوساعه معناتها انه هدر بالطاقه. صحيح راح تتعب الزوج لان اذا صار عنده ارتفاع بدرجه حراره المكان فيبدي تلاقيه يرفرف بجناحه على اساس يطرد الحراره الموجوده داخل العش. صحيح. هذا حكي بالطبيعه ينطلق هم ترى حياه الاسر اللي هي بالمحميات الانتاج، ولكن اذا كانت المساحه كبيره مالت الاعشاش فمعناتها يبي جهد كبير عشان يطرد هذه الحراره، هذا شيء غير مطلوب. صحيح. عرف شلون؟ كذلك يبدي جهد كبير على ما يبني عشه، لان هو اوكي انت قاعد تحط له اللي هو صناديق الانتاج او الفقه او خلينا نسميها الاعشاش نفسها، وقاعد تجهز له الفرشات مالت نشاره الخشب. تمام. ولكن هم هو يبي يرد حق فطرته وطبيعته انه يبدي ينبش بالعش يحفر الخشب، يبي هو يسوي على اساس انه يبني عشه بنفسه عشان يأمن مكانه او يترك بصمه له. صحيح. ان انا هذا اللي بنيته لي انا. صحيح. عرف شلون؟ هني اذا كانت المساحه الاعشاش كبيره فراح يبذل جهد كبير، راح يتعب على ما يبني وراح يتعب وراح يتاخر علينا بخط الانتاج. صحيح. عرف شلون؟ فدائما المقاسات تكون يعني اكبر من جسم الطير، خلينا نسميها مرتين عن الطير، عن جسم الطير نفسه، عن جسم الطير كحد اقصى، يعني على اساس انه شنو يقدر يسيطر عليه. يقدر يسيطر. صحيح. بالنسبه حق نوع الاعشاش نفسه ابو عبد الله، بالنسبه حق نوع الاعشاش يعني الاعشاش اللي دارجه عندنا بالاسواق اشكال. صحيح. ناق وكلها ناجحه. صحيح. كلها ناجحه. لكن في نقطه احنا تعودنا على الاعشاش الخشبيه. الخشبيه هي افضلهم. افضل كونها راده على الطبيعه اكثر. تمام. عرفت شلون؟ في ناس سوت من الالمنيوم، سوت من الجينكو، في ناس سوت من البلاستيك، ولكن الافضل الخشبيه على جانب الطبيعه اللي هو قريب على الطبيعه الخشب. صحيح. كانت تجربتك ابو عبد الله؟ تجربتي معاناتي تقصد بالاخشاب. الاخشاب يعني تخيل انت بخط الانتاج
والبيت شقال والصندوق يهبد يطيح من القفص طايح بسبه ان الطير نابش فيه فينبش صوب العلاقه مالته لين يطيح صحيح. فعشان تتفادى هذا الشيء فحطينا كراسي تحت العش نفسه هذا يكون سيفتي لو صار لنا هم مشاكل بعد صارت مشاكل صحيح معاناة بعد إيه صار لنا قام يحفر الأرضية نفسها من تحت يعني أنت بس تقعد تراقب بالكاميرا هذا إيش قاعد يسوي صحيح وين وصل شنو شنو الحد اللي تبدي توقفه هذه فطرته طبيعته إنه لازم ينبش لازم صحيح. يحفر لازم يسوي له عش ولكن مو وقتها الحين يعني انك تعبت وعندك بيض انت عندك بيض جاهز يعني دورك الحين حضان خلها على قولتهم العود اللي ناط ولا القطعه الخشبه اللي ناطه اللي مضايقتك خلها لما تفرخ خلص لا يتم حاط دوبه لغايه ما يكسرها تلاقي البيض طاح انت خسرت فانت خسرت خط الانتاج مالك فيقول لك من لديه حيله فليحتال فاضطرينا ان نلبس الصناديق القلب دينايز تلبس الخشب نفسه من القشره الخارجيه صحيح من القلب دينايز ونتابع بالكاميرا وين الاماكن اللي وصل فيها حق القلب دينايز نرد نحط الاخشاب تحط له مره ثانيه فعلى اساس ان القلب دينايز كحمايه بنفس الوقت ناقل للبروده او الحراره صحيح فما سوينا شيء اما الخشب لا يحافظ على الاجواء الموجوده صحيح عرف شلون اما القلب نايس او البلاستيك او الالومنيوم لا يتعرض حق الاجواء يعني يتفاعل مع الاجواء بصوره سريعه عرف شلون اذا كان الجو حار يعطيك الحراره العاليه تمام اذا كان الجو بارد لا يعطيك البروده العاليه فهذا كله مو مطلوب صحيح هذا كله مضر للزوج مضر حق الزوج فاصبح ان انت قاعد تخسر يعني قاعد تعب عن نفس قاعد تخسر انتاجك صحيح عرف شلون؟ فراح عليك الموسم سبت خطأ في اختيارك للأعشاش فاعتمادك على العش الخشب هو الأمثل بنظرنا أو باعتقادنا صحيح هو الأقرب نقول للطبيعة يعني بالضبط مالك مرجع غيره يعني. أكيد صحيح بنرد على الفرق مرة ثانية ونقول دخل الحضانة أبو عبد الله 12 يوم وصار خلاص الحين ينعس عن طريقكم لغاية أي عمر؟ لغاية احنا بالنسبة لنا اتحاد منتجي طيور الناطقة نفتح باب الحجز من عمر 14 يوم باب الحجز على الفرخ نفسه ايوه اللي هو مجرد من يركب الحجل عليه يركب فيه خلاص نحجز هني خلاص تبدي الزبون يحجز الفرخ الزبون يشوف يختار بعده يختار الشكل اللي يبي طبعا يختار عن طريق الكاميرا صحيح بهذه الاعمار هذه من الصعوبه انك تطلع برا مناعته خف نقول ضعيفه فيصير تواصلنا معه عبر الشاشات صحيح. فمجرد انه يختار هذا او هذا او هذا على حسب اللي يتسجل اسم الزبون نفسه عقبها خلاص يتسجل رقم الرنج اللي هو لابسه الفرق ويتسلم الفاتوره مالته ويدفع العربون ماله اللي هو جزم معين من قيمه الفرق ويتم تسليمه له من عمر 7 إلى 8 أسابيع اللي هي نهايه العز بداية الطريق بدأ يتعلم على الأكل بدأ يعتمد على بس مو اعتماد كلي على الأكل لأنه نقول وصل لمرحلة يعني على بالكويت إحنا نقول عسة إلى عسّتين باليوم لا هي تقريبا عسّتين تقريبا يحتاج عسّتين أو عسة بالكثير لغاية ما ينفطم تقريبا حروة 2 إلى 3 أسابيع هو يكون نهائي 3 أسابيع خلاص يعني من استلامه من 2 إلى 3 أسابيع يكون الطير منتهي من مراحل العس نهائي يعني معتمد اعتماد كلي على الاكل في بعضهم لا يقول لك لا انا بستمر بالعس لغايه ما هو يربطها صحيح عرف شلون يعني بالنسبه حق المكاوي عنده الاستعداد انه ينعس وهو عمره 20 سنه يعني عادي بالنسبه حق الافريكان جراي لا الافريكان جراي يعني حاول يعتمد على نفسه اكثر صحيح الكيكات ولا ربادي فسر ربادي صح فعادي يفتح معك سنه لغاية ما انت تقول بس ما راح لغاية ما انت تمل صحيح فاحنا اكو دورات تدريبيه حق مالك الطير نفسه مالك الطير نفسه شلون طريقه العس الصحيه
شلون طريقة الاهتمام نظافته ما قبل وما بعد العس، عرف شلون؟ درجات الحرارة اللي يحتاجها، تهيئ المكان عنده في البيت نفسه، تهيئ المكان بالإضافة إلى المتابعة الدورية ما بعد البيع، بالإضافة إلى صحيح. عندنا جانب اللي هو الخدمات الفندقية من عمر الطير من يستلمه من عندنا لغاية ما يكون دون الخمس شهور أو الخمس شهور ممكن يخليه عندكم. في عندنا جانب اللي هي الخدمات المجانية اللي تقدم ما بعد البيع، صحيح، اللي هي فترة الحضان، اللي هي عفوا فترة النظام الفندقة سميها، واحد يبي يسافر لأسبوع أسبوعين يقدر انشغل، يقول عندنا انشغل، يحتاج انه يخلي عندنا فترة هذا، بس مجرد انه يجيب لنا طير من غير اي من غير اي شيء، لا قفصة نحتاج ولا تغليف، ما تحتاجون منه شيء، بس نحتاج الطير، بس انه يكون تابع الحجل مال الاتحاد، تابع لكم، ايوه ما شاء الله، اللي هو انتاجنا احنا. زين بالنسبه للعس ابو عبد الله، العس الزايد فيه مضره للطير؟ اكيد، اذا دخل مثلا نقول كمل السنه، انت تقول في ناس تقول انا ما عندي مشكله عسه كمل ما علم طيري على الاكل، اذا كمل ومشي على العس فيها مشاكل لصحه إيه الطير؟ في مشاكل صحيه كبيره، عرف شلون؟ نقص نقول في التغذيه يصير، اي يصير سوء تغذيه، يصير الجسم ما يبني صح، صحيح، فعلى قولتهم يحتاج انه يعالج على قولتنا، او يقطع الاكل، يقوي عضله الفك عنده، صحيح، عرف شلون؟ تذوق ينعدم عنده، خلاص تعود على فلازم يتعود على الاكل، الاكل هو اللي ذوق فيه، الاكل يبدي يختار الشكل المعين، الطعم المعين، صحيح. فتلاقي افضل هذا على هذا، فتبدي جانب المزاجيات بالاكل، فهذا لازم يكون متعلمها، صحيح. يعني احنا بالمراحل اللي هي مراحل التسليم نبلش احنا بالجانب الخضار، خلينا نسميها الخضار المسلوقه، عرف شلون؟ بالاضافه الى الزوبريم، الزوبريم اللي هو الاكل الصحي، هذا في اي فتره؟ هذا يكون قدام عينه 24 ساعه، بالبدايه هو قاعد يلعب مو قاعد ياكل، هو قاعد يجرب، قاعد يكسر، ولكن ما نقدر نسميها انه خلاص بلش ياكلها، صحيح، لان هي من نوع البلتس نوعيته عاصيه، يعني نوع يابس حيل، خلينا نسميها مثل البقسم، اقوى بعد من البقسم، عاصي، فياخذ جهد الفرخ فيها علشان يغوي فكه، نقول عشان ياكل هالنتفه هذه الصغيرونه هذه، فيبي له وقت، فما نعتمد عليه هالعمر هذا على البلد، لا نعتمد عليه على الخضار، نعتمد عليه على طريقة. الفواكه، الشغلات الطريه، فهي اللي تبقى بالمعده فترات اطول ويحتاج جسمها اطول، صحيح، بالاضافه الى العس، على اساس ان لانه هو وقت الاكل ياكل ويلعب، ترى حاله حال الطفل الياهل اللي توه مفطوم، سبحان الله، فتلاقيه تبربسه بالماعون وبالاكل اكثر من اكله، صحيح، فتلاقي الام ركضه وراه قاضبه طاستها وتوكل لقمه ويلعب ربع ساعه ويرد ياكل له لقمه ويلعب، سبحان الله، فهذه ترى نفس الطريقه بالطيور، تلقاه يلعب ياكل شيء يعني بسيط، ياخذ بس ياخذ جانب اللعب اكثر من جانب الاكل، بحكم عمره، حكم عمره، صحيح، العمر هذا عمر الاستكشاف، يبي كل شيء، هذا شنو، هذا ايش حقه، هذا ليش عند الياهل، ترى نفس الطريقه، صح، عند الطير، صحيح، فالجانب اللقافه تلاقي يحوس معك بالابره، يحوس معك بالقفشه، تلاقي يحوس، يمكن يدمرك، يمكن فهني هني نقول يعني اللي بيربي طير يحتاج مقاقة، نقول مقاقة طولة بال، ويكون حاب هالشغلة، صحيح، مو حاب هالشغلة لا جازف بهادر، هذه روح، صحيح، يعني هذه باكر انت محاسب، اكيد طبعا، يعني لا يصير هذا خصيم، هي ما لا تكون لعبة، بالضبط، صحيح. وعبد الله بندخل في موضوع التدريب، ما نقول تدريب طيور، نقول تدريب اصحاب الطيور نفسهم، بالدورات الشخصيه، بالسابق انا كنت مدرب، انت كنت مدرب طيور، صحيح، كنت مدرب للطيور الناطقه، كوني انا اني حاب هذه الطيور، ولكن اللي على قولتهم قلت الماده، فما اقدر امتلك كل الطيور، صحيح، عرفت شلون؟ ففتحت مجال ان اروح حق ربعي واهلي، تعال عطني طيرك انا ادرب لك اياه، كان الهدف من اني اخذ الطير، يعني شوف انجازك فيه، مو بس انجازي فيه، ابي ادرس سلوكيات هذا الطير، شنو تبي تقرا، اي هذا شلون اتعامل معاه، شنو المفتاح اللي اقدر ادش عليه فيه، عرفت؟ ما شاء الله،
يعني يوم اللي سالنا الشيبان قبل وهذا شلون يدربون الطيور قال لي يوع الطير خلاص. إيه؟ هذا قاعد اشوف انه اسلوب غهري حق الطير. صحيح، انت قاعد تملك جسد ما قاعد تملك روح، انت قاعد تضطر انه يسمع لك. إيه؟ قاعد اللي شغله يجي لك بصوره غهريه لانه محتاج انه ما سمعت كلامه ما راح يعطيني اكل، فلازم انا اطبق. إيه؟ فهذا الشيء كان مو قادر ادششه بمخي، يعني ما مشى معك الاسلوب يعني هذا. شلون اسلوب قهري يمشي؟ طبعا هذا في ايامه ممكن ما كان في ايامها. صحيح، فايامها يعني هذه ايامها انا كان بالتسع سنين والعشر سنين يعني حسيتها حتى ما العمر ان شاء الله ما عندنا انترنت ولا عندنا حجي جوجل قاعد يسوي لنا ويطلع لنا المعلومات، فكانت معلوماتنا اجتهاد شخصي قول معلومات بسيطه بالساحه المحيط اللي حوالينا من ابوي من يدي من تجارب من ربعنا فتجارب الاخرين. صحيح، فكانت دارجه عندهم يوع الطير يوعيك. اي، فهذه انا اللي كنت وايد اكره اليوع، كان ان انا من نوع اللي من عشيقين الاكل، يعني ما ابي احد يحرمني من عشت أكلي. الصوره ما تبي، فحسيت ان انا حطيت نفسي مكانه، شلون تحرمني من الاكل؟ انت قاعد يعني قاعد تاخذني في صوره نقول على قولتك قهريه. ايوه، انا جايك محتاجك بالضبط. عشان كذي دشيت بجانب ثاني، فكنت على ايام ما قبل تعرفنا حق الاكل الصحي الامريكي كنا نعتمد على الاكل المخلط اللي دارج بالسوق. صحيح، فكنت اي احط معون المخلط عند الطير واطالع، اقعد حاط يديني على خدي واقعد اطالع جابه شنو اول اكل اخذها، عرف شلون؟ فاسجل بالورقه. ما شاء الله كنت تسجل. اي، خذ سبال ولا خذ حب الشمسي ولا خذ الحب الابيض. صحيح، ولا خذ ذره، فخلاص عارف انه هذا يحب هذه وهذا يحب هذيك، عرف شلون؟ وما اعتمد على اول مره، عرف شلون؟ كذا تجربه فاعتمد على من وجبتين الى ثلاث الى اربع، شوفه على نفس الشغله، فخلاص اتيقن انه خلاص هذا الطير اول شغله يحبها مثلا الفول السوداني ولا اول شغله يحبها الحب الشمس. صحيح، هني اي اخذ على قولتهم الطاسه وافرشها بالصينيه واقعد انقي تلقط الاكله اللي هو يحبها تفرزها. هذه افرزها، المخلط كله موجود عندك، بس اللي تحبه موجود عندك. موجود عندي انا، تبي هك اصبح انت سويتها مثل المكافاه، فصارت جانب المكافاه. صحيح، عرفت شلون؟ فصار عندي تغريب اكثر، شفت ان السرعه بالاستجابه مع الطير افضل اكثر، فتلاقي حط راسه بالماعون وقاعد ينثر بمنقاره يدور الاكله اللي يبيها وين فرستها. ريحتها موجوده. صحيح، بس هي مو موجوده، هيب لي اياها كاهي بديني. هاك اصبح انت قاعد تغرب من الطير نفسه. اي، فصار عنده كسر حاجز الخوف، اخذها ولا ما اخذها؟ بالبدايه ياخذ ويحذف،